تكتمل صفوف المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء بانضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر المنتخب المقام حالياً استعداداً للسفر إلى الكاميرون والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وانطلق معسكر المنتخب الوطني المغلق مساء الأحد الماضي بتواجد 19 لاعباً من الأسماء التي أعلن البرتغالي كارلوس كيروش ضمها لقائمة الفراعنة، ثم بدأ توافد المحترفين تباعاً حيث انضم الثنائي أحمد حجازي ومصطفى محمد المحترفان في الاتحاد السعودي وجلاطة سراي التركي، ثم محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، وأخيراً الثنائي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزية. وسيعكف الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة وتحديداً قبل السفر إلى الكاميرون على تجربة عدد من الجمل التكتيكية وتدريب اللاعبين على طريقة اللعب التي سيتم الاعتماد عليه خلال مباريات البطولة القارية، قبل أن يختتم الفريق القومي المعسكر بتجربة ودية مع منتخب الكونغو. ويستهل الفراعنة حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية رحلة البحث عن اللقب الثامن قارياً بمواجهة نيجيريا في 11 من يناير الجاري، ثم غينيا بيساو في 15 من الشهر ذاته، فيما يختتم المنتخب مباريات دور المجموعات بمواجهة عربية مع منتخب السودان يوم 19 من يناير.